بسم الله على بركة الله. هنا كما كتشوفوا انا لي طوست ديالي راه حطيتهم ديجا في الطاوة كما كتشوفوا هما وصفتهم في الطاوة هكا. هنايا وجدت باش غادي ندير غيجيو على شكل بيتزا كما عرفتوا. هنايا عندي صلصة مطيشة شحرت شوية الكفتة هو الاول ومن بعد ضفت ليها تقريبا واحد العلبة بحال هادي ديال مطيشة كما شفتوا هي هادي. هاو تقدروا نتوما تحضروا الصلصه ديال مطيشه اللي بغيتوا هكايا. وهنا عندي شويه الزيتون اسود مقطع هذا انا حيدت ليه العلف وقطعته حيدت ليه النوايا من الداخل ديالو. وعندي شويه الزيتون اخضر حتى وقطعته وعندي فلفل اخضر وعندي واحد القدر ديال الجبن وعندي الزعتر هذا الشيء اللي غنحتاجو. هنا انا دابا كنا شفتو غادي نصبق الصلصه ديال مطيشه والكفته ندير فيه واحد القدر على هذا الخبز ديال الطوست هكايا غير شويه باش ما يفيدش ليا في الجناب. غندير غير واحد شويه هكا تقريبا معلقه ندير هكا حتى نشوف اذا شاط معايا نعاود نزيد فيه مثلا شويه شويه ولكن خصو ما يجيش خارج على الجناب. وغير باش انا كفاح ليا يدخل ليا في الصينيه بغيتو غير فوق الخبز فوق لي طوست. نديرهم فيهم كاملين ونبدا نسرح الملعقه بسيطه. تقدروا نتوما ديروا بلاستيك حتى ديروا غير الطون ولا ديروا سله ديال الدجاج ولا اللي عجبكم بحال الحشوه ديال البيتزا. انا هذه الكفته كانت شايطه عندي كنت درتها شويتها فيها البصله وفيها الملح والبزار هادشي اللي فيها وشويه القزبر هادشي اللي فيها ودزت عليها قلت لكم شحرتها هو الاول من بعد عاد ضفت عليها مطيشه تشحرات معها شويه حتى هي وصافي. هذا كفكره وبلا ما تعجنوا البيتزا كيكون عندكم الخبز ديال الطوست وكاينه شي حاجه كي بحال هكا كفته ولا دان شي درتو شي وصفه شات لكم شويه ديال الحشوه ولا شي حاجه لا كلشي ما كيتلح والو كلشي كيدير به شي حاجه اخرى. هنا البنات من بعد ما كملتهم كاملين هنا غنزيد لهم واحد شويه الفلفله هكا غير شويه قطعتها رقيقه كما قلت لكم انا ما بغيتش نعمر هاد لي طوست حتى تخرج ليا الحشوه من الجناب بيت الحاشيه ديالهم يبقاو هكاك. وهاد الفلفله اختياريه اللي بغى يزيدها يزيدها اللي ما بغاش ما يزيدهاش. انا غنزيد دابا الزيتون الانواع ديالو الاخضر والكحل والاسود مع الزيتون الاسود حتى هو
هكا وما نستمر هكا حتى نكملهم. دابا انا غنزيد الفرماج غير انا سيدي اي نوع من الفرماج عندكم، فرماج حمار، فرماج موتزاريلا، اي نوع اي نوع. يجوك الحال بيتزا فرديين أو تقدروا تزيدوا عليهم الفرماج الساندويتش، تحطوه حتى هو هكا حتى هو كيجي زوين. الفكرة هي هادي، أنا دابا غنرشهم أنا بشوية الزعتر وغندخلهم الفران نتلقاهم من بعد ما يطيب. هيا البنات الطاوة ديالنا لي طوس ديالنا من بعد ما خرجو من الفران كيجيو على هاد الشكل هذا كما كتشوفو، ها هما كيكونو محمرين من التحت حتى هو كما كتشوفو، كيجيو زوينين شكلهم زوين كالبيتزات. كنتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها عندكم، وفضلا وليس أمرا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وشي تعليق زوين، وشكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.